ضيوفنا الكرام في دولة ملاوي من الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، أجزاهم الله خير الجزاء وثبت الله أجرهم ورفع درجتهم. Ndirole jambi lila kutindu mimi ka Allah subhanahu wa ta'ala kumasu kwerika mafuna kwa inokwanti mkwa kwa mali za Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Ndipo nukukwa sani mwoni wachisangala wachantimo wanga wukita salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ndirole so kuti ndiyamikiri alendu watu ule mekeze kwa mwacho kira kuku Saudi Arabia Omwe ali mbungwe limene lima konza za kulube za Qur'an فجعل بعض الله يقدم ان هذه الدنيا هي دار المقر وان الاخره هي دار المقر. أبارا نقول لما كذلك أنت وأنا كنا نقول تزيك ولا ما 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 فتزوجوا مما مركم وتأهبوا لعرضكم على ربكم. Choncho konzekirani niyo muzinchito zanu komanso mwobere kuti nuyo zonsi zmele mwili nazo msipereku njira Allah subhanahu وَعَلَّمْنَا أَنَّكُمْ غَدًا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ مَوْقُوفُونَ وَعَلَى أَعْمَالِكُمْ حَاسِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ زواني كنينا بوتي نتماوى مكالا مكوسي وما كوسو مزنشيدو زانو دي كونسو زواني كنينا بوتي كومو دي كوبيري راجونتو موالي كوتي كوتي كومو دي كوبيري نبوتي فأحكموا السفينة فإن البحر عميق وخففوا الحملة فإن العقبة قوود وكثروا الزاد فإن السفر طويل وأدخلوا العمل فإن الناقد بصير. أقول تونتو كوزاني بوينو ديتو غلاوا يانو تشبوكا ولدو ووتاي. كومانسو يا مولاني كاتون وامبيري تشبوكا شوكو ولدو وانجارا. ديبونسو كوزاني زينشيدو زانو تشبوكا مالو بيريرا. فنحن اليوم وبحمد الله سبحانه وتعالى يغتاد منا الشيطان خيرا كثيرا ويبكي بكاء مرا. لأنه أمر بالسجود فعصى وأمر ابن آدم بالسجود فسجد ولبى لله الله سبحانه وتعالى. أقولي لو لين ومزوا بنينا كوتي شيطان ما دنا ولا قنبي دقولي لا شفا شو نينا كوتانا على مولي لو كوتي أقواله دقو بس تجكم يبانسي كما يانا لبيرا دقو أنا كان كما يبان تو أجرا مولى الله سبحانه وتعالى كوتي تيجي تجكم يجا تبانسي دقو زمن الزوجة جدا نزيد زمن الزمامولي الشيطان. فسماها الله المساجد فسماها الله المساجد وهي جمع مسجد جمع مسجد والمسجد هو مكان السجود والإنسان حينما يكون ساجدا يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى فما أقرب ما يكون العبد لله سبحانه وتعالى هو أن يكون ساجدا لله فارتبط اسم المسجد باسم السجود لأنه أقرب الدرجات لله سبحانه وتعالى في تلك الأبحار. Akuti choncho kugwada kumene petina kugwela nukwesa chukuli panzi mulungu wa subhana wa ta'ala anacha kutindi nzigiti kapena kuti masjidi maro okwesa lako chukumi chatu panzi zimene zisikutancha uzo kuti chiani mulungu anakonda kwa nchito imene mulungu ama ikonda kwa mbili pa ibada ya mtu yomu kuti kugwesa panzi niko anachula maro amena ama pimpira mtu ukala kutu mzigiti zimene zili chito za sikulu kwa mbili kwa Allah subhana wa ta'ala. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فسماها الله المساجد وطلب منه ألا ندعو غيره لأنها إنما بنيت لطاعة الله ولعبادته وحده. أقول ديما شوفاش من شمرون والله سبحانه وتعالى على وجه المروة وكلام زيكي مونغا من صدى فروزيرا من الله سبحانه وتعالى القرآن يقول لك زيكا ولنا وتنجيتو زيكي يا الله سبحانه وتعالى وان جو بس بزك وين اديانس او بيبيزا زينتو زينا وزيرا ميزيك تي مني وسماها ايضا بيوت في بيوت اذن الله ان ترفع لماذا ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولإقام الصلاة لماذا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أقول لكم من سمع من وعد وجه الدين يوما يوما من يوما يا الله سبحانه وتعالى ثم أنت ما تذكر من مديان قلتي مكوا وزين يا مريبا كبينا قلتي منتوا أزكوا كبوا من كبوا إذا أنزو ndipo cholinga chake choaitananzu kuti azimuchulachula Allah subhanahu wa ta'ala koma hakumuopa iye Mulungu ndikumaopanso siku limene mitima ya anthu izatembenuke kwa siku la kiyama.
فبيوت الله في أرضه هي مساجده جونجو يوبازا بان سبحانه وتعالى بذكر ما سبحانه دي مزيكي وكما أخبر كعب رضي الله عنه قال جاء في التوراة أن بيوت الله في الأرض هي المساجد فمن توضأ في بيته وأحسن وضوءه وأتى إلى المسجد أكرمه الله وحقيق على المزور أن يكرم زائره kabi ana rangula hapo kunena kuti ndiri tuzidane mbedwa angu kulaka alira chipangano chaka alira Taurat kuti maloro konde doko mbili pamaso kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mizikiti choncho kwa mtu amene anga sumusule vino kunyumba kwake ndi kubwera ku mizikiti ndi kukabe mpela ndiri tu mtu amene Mungu Allah subhanahu wa ta'ala ama mkona chifuka ndiri tu ndizo yenera kwa mwini nyumba kumula ndira mulendo wake وقد تحدث الاخوان من قبل عن فضل بناء المساجد وعمارتها. ديتوا فوتو زازبالو سي انا سيانا زو بينو مانغا مزيكيتي كومانسو وكالا دي مزيكيتي. ويكفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه خير البقاع في الارض المساجد وشرها الاسواق. زبوكوتي ديراتو كومانسو ميك محمد صلى الله عليه وسلم امين انا عنكوا منين اكوتي. Malo abwino pa dziko lapansi pano ndi pamene pali mzikiti ndipo malo oyipa ndi malo amene ali msika waqad kana Abdurrahman ibn Auf sahabi jalil asra athri ashabat rasul sallallahu alaihi wasallam kana awwal al-dakhilin ila al-masjid wa akhir al-kharijin minhu wa akhir al-dakhil wa akhir al-dakhilin ila as-suq wa awwal al-kharijin minhu akuti Abdurrahman ibn Auf adali mmodzi mwa anthu masahaba ndi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene amakonda kulawirira kwambiri kulowa amakhala nambawali kulowa mumzikiti koma potulumba makhala omalizira koma akapita kumzika makhala omalizira kulowa ndipo amakhala oyambirira kutuluka mutamasitira mkauli llahi subhanahu wa taala man yattaqi llaha yajal lahu makhraja wayarzuquhu min haithu la yahtasib akuti zonsezi iye amachita molingana ndi kusatira mawu allah subhanahu wa taala amene akulankhula kuti ndithu yemwe atamuope mulungu mulungu amukonzera njira zomtulusira mmavuto ake ndipo ampasa umoyo wabwino ayuha lihwatu lkiramu fillahi subhanahu wataala ina allah subhanahu wataala la yujzi bisahmi bariahu walmunfiq au mushtarihi walladhi yarmi bihi fama balaka man bana masjidan aidha ana allah subhanahu wataala yujzi bihadha lmayit masjid unasu kathirun من بناه وتصدق به فله الاجر لانه يبني الله نسال الله يبني له الله له بيتا في الجنه كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اشرف على بنايته وتعميره ومن عمره لاجل الهدف الذي بني منه وهي العماره الحقيقيه ولا هي طاعه لله وذكره فيقام الصلاه بها والجمع والجماعات والتدارس في ايات الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدي mulungu amampasa munthu malipiro anga khale kuti amene wapanga mfungo ndiponso wina amene waupala umpasa malipiro malingana ndi zolinga zimene wapangira chimodzimodzinso mulungu sangalole kuti achose malipiro kwa munthu amene wamanga mzikiti uno komanso mwina aliyense amene wathandizirapo pomanga kapena ayipiri kungokhala ndi maganizo okhala ndi mzikiti pamalo ngati pano kuonjezeraponso kwa amene akumanga kuti amangidwa kale anthu amenewa ndi amene akumamwera ndi kumaza pemphera chifukwa cholinga cha malo a mzikiti ngatiano ndikumkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala kumpembeza komanso muzikhala pa klasi kuphunzisana zosiyanasiyana zokhuzana za dini waqad sadaqa llahu wa'adahu alayhi haitsu qala walaqad kharajna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadi as-salihun unzur ila hadhihi al-ard kayfa kanat min qabl fa'awrathaha Allah subhanahu wa ta'ala lil-mu'minin al-ghurat wa aqama biha dur al-'ibada حتى يذكر في اسم الله سبحانه وتعالى فتبلى فيه كلمته. أقول لك الله سبحانه وتعالى وقد قرأ القرآن. قل من صدمني من يدعي قرأ قصة مزابور. قلنا أقول لك أن مزابور يقول لك أن تزيد قرأ فانسيني. تي أفاسا فكالا وكاز كيكا فانس ومضم رب الله سبحانه وتعالى نقول في دير. جيت أولا نجتنزو تمرون كتي آنو. Walo amene mzaka zapita zana imalo chitina zonyasa nizosia nasiana Kuma lero Allah subhanahu wa ta'ala Wa hapa tanashu amene hali ochita zabinu Omu opa iye njikuwa sinja malo andu ukala lero Ukala malo msa lila Allah subhanahu wa ta'ala Ayuhalifatul kiram Nisa Allah subhanahu wa ta'ala
أن يوفقنا لعمارة هذه المساجد أباكر والطاعات وإقامة الصلوات. ولا شك أن هذا الافتتاح جاء في وقت مناسب حيث شهر رمضان قرب من الإتيان إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي جميع القائمين على أمر هذا المسجد خير الجزاء وأن يبارك لهم في أعمالهم وفي أموالهم وفي دلالهم. ولا أريد أن أطيل وأسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بإخواننا الكرام من الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بقيادة أخينا محمد الفيصل جزاه الله خير وأن يتقبل اعتذارنا من جميع إخواننا الذين لم يشاركوا هذا الافتتاح. وأيضا نقول له تفضل ومشكورا معكورا وخاطب إخواننا في الله سبحانه وتعالى وجزاك الله خير. Akuti chomani zira tukumbefa Allah subhanahu wa ta'ala akuti atamani yetumana kwa mene chukunga umbezi zikituru nukugwela maza mpina nchamu jitawu umuku mgira Allah subhanahu wa ta'ala kumuchula zina lage kumansu timbeni mungu Allah subhanahu wa ta'ala kutia wapase malipiru wabu ino kwa mene ama anga mzikituru maka maka aswa alenwa tocho kira ku Saudi Arabia kuhaya alamiya ni tahfizu al-Qur'an omwe di Sheikh Faisal njiko tuwame kwa kujiwowa atirole ifekuti pali apena amena lepera kukwela lero chifuba chazo chini kazina kwa maafuruge njiko swale mpeda na mchoke na kwa hivede kishizi yao njiko tukumbefa Allah subhana wa ta'ala kujironse akupange ni mkala angawino kumansu akwase zaku inu insha Allah yota vera chaniza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.